انا بحب يعني اي حاجه عن التراث بحبها، يعني بحب كمان احيي موضوع التراث. ابتدينا في حاجات دخيله علينا يعني مش مناسبه لينا احنا، على تراثنا في حاجات كتيره غنيه جدا، زي يعني اي حاجه المصري القديم كان بيعملها، يعني كان بيهتم بالطيور، بيهتم لا احنا بالزهور. ايوه احنا بلد الفنون اصلا، يعني قماشتنا عريضه زي ما بيقولوا. بالظبط، فهو غني جدا، احنا تاريخنا غني جدا بكل التراث بكل انواعه، فلاحي بدوي نوبي. عندنا افريقيا، انت واخده كمان افريقيا يعني القاره احنا يعني واخده القارة افريقيا دي جات لي نفسها. الفكرة ان انا عايزة اعمل حاجة، بما ان مصر هي طبعا الرائدة في افريقيا، فحبيت ان انا اعمل القارة واحط رمز من رموز الملوك القديمة، انت المصري حتى القديم. راس نفرتيتي صح؟ بالظبط كده، فهي كأن نفرتيتي في قلب افريقيا. بالظبط كده، او هي اللي بتقود افريقيا من خلال مصر، من خلال نفرتيتي. انت لابسه حاجه زي حدود حصان كمان، انت واخده مش مزعله ايتم. النهارده بقى عيد الفلاحين على فكره، عيد الفلاح، فبرافو عليكي انت. ايه ايوه، لما كل وفي حاجات الايتمز شغل عربي، الشغل بتاعنا اللي هو من التراث، الحاجات اللي هي زي الله وزي المخرطة وزي الحلق اللي هو النوبي، وعندي الحلق اللي هو الحلقان اللي هي ديك اللي انا اللي هو عاملاها دي. المخرطه ده معروف قوي طبعا، ناس كتير عارفاه. ما بتعمليش بقى الكردان والحاجات اللي هي اللي احنا متعودين عليها. والله على انا فكره بس عايزه اقول على حاجه، معلش معلومه، اوكي اتفضلي. الحلق المخرطه غير الحلق الفلاحي. بالظبط، المخرطه ليه شكل، الفلاحي دايما مدلع كده ونازل منه مدمدش حاجات ونازل منه مدمدش برق ونازل شويه. منه حاجات. بالظبط كده، المخرطه انا كمان عملته بشكل مختلف، يعني دخلت فيه زخارف والحاجات اللي هي بتبقى موجوده في الارابيسك، لو هيك لاحظتي على اهو المخرطه الكبيره من ايوه ناحيه انا شفت وانا اتفخرت بسطه كده سريعه. عليه اللي هي النقوش بتاعت الارابيسك والحاجات دي كل احنا تاريخنا غني جدا بحاجات كتير غنيه يعني. طيب انت جربتي حاجه غريبه وجديده عليكي، كلت مع الناس بقى يعني، الناس حابه تفهميني شغلك اكتر مصريين ولا اجانب؟ بس ده الاجانب بيموتوا في السكه دي. والمصريين والعرب على فكرة، يعني المصريين والعرب والأجانب، الأجانب مغرمين بالتراث بتاعنا عموما كله، خصوصا المصري القديم، نفرتيتي، توت عنخ آمون، بيحبوا توت جدا، كينج وبيحب توت شهير. جدا، وبيحبوا نفرتيتي جدا، وبيحبوا إيزيس. طبعا طبعا، فالموضوع بالنسبة لهم هم وانا شايفاكي مستعملة كمان زهرة اللوتس كتير. هي زهرة غنية جدا وجميلة جدا، طبعا فلو لاحظتي ان انا عاملاها كمان بنفس الستونز اللي كانوا بيستخدموها، كان بيستخدمها المصري القديم في الجاليري بتاعته، فحاطة فيها لابس وحاطة فيها مرجان وحاطة فيها فيروز، ده كله طبيعي. برافو عليك.